من النادي المخلص الكابتن حسام البدري. برحب بحضرتك كابتن حسام. مساء الخير يا كابتن شادي. ازيك يا كابتن شادي؟ كابتن حسام، موقف رائع جدا ومبادره من حضرتك اكثر من رائعه، حاجه محترمه جدا. جماهير النادي الاهلي تقول لهم ايه الجماهير اللي كانت موجوده وتقدم الدعم والمسانده النهارده كابتن حسام؟ والله في البدايه طبعا كابتن شادي عاوز اوضح ان يعني في لحظات بتبقى في حياه الواحد تملي كده تبقى مؤثره، برغم ان سنين طويله ومواقف كتيره وجودنا في وسط جماهير كتيره في مراحل متعدده وفي مباريات متعدده وبطولات متعدده، لكن فعلا النهارده منظر الجماهير وحضور الجماهير بالشكل اللي انا شفته النهارده من الحاجات اللي اثرت فيها جامد جدا، من الحاجات اللي يعني مش عاوز اقول لك الدوافع قد ايه انا واللعيبه عندنا عشان المباراه الجايه طبعا بكل تاكيد وبكل واقعيه وكل منطقيه، لكن صوت الجماهير النهارده وجودهم بالشكل ده وبعد حتى التمرين وانا مروح وجودهم واستمرارهم حوالين النادي موقف من المواقف بقول لك اللي هتفضل عالقه في ذهن الواحد، هتفضل مؤثره بشكل كبير جدا ان هي تكون فعلا بتخلي الواحد ينتمي الى الكيان العظيم دوت والجماهير العظيمه بالشكل ده، لان هم فعلا يستحقوا كل حاجه، يعني يستحقوا اعظم حاجه، يستحقوا افضل حاجه، يستحقوا اكتر حاجه، فعلا جماهير مؤثره. بقول لك المنظر وصوتهم، في نفس الوقت عاوز اشكر مجلس الاداره بتفهمه النهارده وترحيبه ان الجماهير تبقى موجوده، ومجرد يعني ما الفكره اتعرضت كان في ترحيب من مجلس اداره النادي الاهلي ان الجماهير تبقى موجوده، ووافقوا على طول وابتدوا ينظموا واختاروا. طب كابتن حسام، انا عايز استاذن حضرتك، خليك معايا واسمع معايا كابتن حسام. الجماهير النهارده في البدايه اول ما انا هسكت وعايز حضرتك تسمع عشان حضرتك تعلق، اتفضل يا شيخ. كابتن حسام، اكيد حضرتك سمعت معايا، ايه رايك في المشهد ده وتعليق حضرتك عليه؟ انت برضه بتعيد ثاني يا كابتن شادي الاحساس والشعور مره ثانيه، وهو احساس عظيم وشعور عظيم، وفعلا يعني بحمد ربنا بقول لك ان الواحد يعني يبقى في الموقف دوت الشعور دوت، وان جماهير عظيمه زي جماهير النادي الاهلي دي تقول اسمه بالشكل اللي انا شفته النهارده ده، فبقول لك دي بتبقى حاجه من الحاجات اللي هتفضل طول العمر عالقه في ذهن الواحد، وتخلي الواحد بقول لك تملي ملتزم يعني انه يحقق افضل حاجه للكيان اللي هو موجود فيه وجماهيره العظيمه دي، لان فعلا الجماهير دي افضل حاجه بقول لك واعظم حاجه واكثر حاجه، وان شاء الله باذن الله بتمنى من ربنا ان شاء الله نحقق لهم الامنيه اللي هم كانوا جايين من اجلها النهارده، يعني هم جايين بدعم النادي وبدعم اللعيبه وبدعم الجهاز الفني في خطوتنا اللي جايه، بتمنى من ربنا ان شاء الله بكل الكم اللي جه النهارده بكل المشاعر اللي كانت موجوده النهارده ان ربنا يعني يلبي يعني رغبتهم في تحقيق ان شاء الله البطوله دي. اكيد يا كابتن هسالك، انت اكيد اتكلمت مع لعيبتك بعد التدريب والحافز اللي الجماهير والرسائل اللي الجماهير قالتها النهارده وصلت للعيبه؟ يا كابتن شادي ما انا ما انتظرتش لبعد التمرين يا كابتن شادي، يعني مجرد ما حيينا الجماهير ولفينا انا ما انتظرتش طبعا، يعني كان على طول الرساله اللي انا قلت لهم سامعين الصوت اللي ورانا دوت وشايفين المنظر بتاع الجماهير ده، يعني حاجه جميله واعتقد يعني تستحق ان احنا نبذل اقصى حاجه يا رجاله ان شاء الله باذن الله عشان نحقق لهم الرغبه، قلت لهم يعني المشهد اللي احنا فيه ده ان شاء الله يبقى دافع كبير لينا، ما انتظرتش بعد التمرين يعني. كابتن حسام، عايز اذكر حضرتك واستغل وجود حضرتك معايا، 2012 نفس الموقف وجماهير الاهلي عملت مع حضرتك كده، وقدرت بامكانياتك الفنيه وبشخصيه حضرتك القويه وامام الترجي ايضا ترجع لنا بانتصار وترجع لنا بالكاس، فاكر يا كابتن حسام؟
فاكر طبعا ومتذكر، واللعيبه فاكره، وفي كمان الحمد لله في مجموعه يعني برضو من الحاجات الايجابيه اللي ربنا ممكن يساعدنا بيها ان شاء الله، ان في بعض اللعيبه كانت موجوده معانا في 2012 موجوده معانا في الفرقه، زي عبد الله، زي فتحي، زي نجيب، زي عاشور، زي اكرامي، كل دول كانوا موجودين، زي عماد متعب، مش عاوز انسى اسماء، وليد سليمان، كل دول كانوا موجودين معانا. ان شاء الله يبقى ليهم اثر ايجابي في تحفيز نفسهم وفي تحفيز الاخرين ان شاء الله. وبتمنى من ربنا، يعني احنا عندنا رغبه كبيره، وبتمنى من ربنا ان شاء الله ان تكون موفقنا باذن الله. كابتن حسام مش محتاجه الا تركيز، مش محتاجه الا ان احنا نبقى مركزين ان شاء الله في الملعب بشكل كبير جدا وبشكل فيه هدوء. بنلعب قدام فريق كبير، بنلعب قدام فريق محترم الترجي وعلى ملعبه، فان شاء الله واحنا فرقه كبيره وعندنا لعيبه مميزه، فان شاء الله يبقى كل تركيزنا وفقره مش النهارده بس، المباراه ان شاء الله، ونعمل افضل حاجه عندنا ان شاء الله. كابتن حسام البدري، عندي جزئيه مهمه جدا بالنسبه لي انا، وهي تصريحات حضرتك. اكيد احنا بنتابع لما حضرتك بتعمل مداخلات، بنشوف ردود فعلك، بتتكلم ازاي، في ايه يخص الفريق بتتكلم فيه. اشاده كبيره جدا لحضرتك كابتن حسام بعد المباراه على طول، حضرتك بتتحمل المسؤوليه، ما بحملش اي حد، انا اللي مسؤول، ودي من صفات المدرب الكبير اللي عارف حجم الموقف اللي هو فيه. وكانت تصريحات حضرتك موفقه جدا جدا يا كابتن حسام. اكيد انا تملي بقول ان اي انتصار واي انكسار بيبقى يعني وراء المجموعه كلها، يعني مش حد مسؤول لوحده، وفي نفس الوقت انا المسؤول عن المنظومه كلها كمدير فني، لكن انا برفض تحميل اي لاعب في وقت ما بيبقى في انكسار، والحمد لله ما فيش انكسار، لكن هو احنا عشان فريق كبير وفريق عظيم، التعادل بالنسبه لنا بيبقى انتصار طبعا، عشان ده فيك المباراه يعني هوم واوي، يعني على ملعبنا وخارج ملعبنا تبقى مهمه، لكن ان شاء الله باذن الله انا بقول مرينا بمراحل صعبه زي دي، كل لعيبه عندها خبره وعندها ثقه في ربنا وايمان في ربنا ان شاء الله. هتلعب مباراه صعبه، هتلعب مباراه قدام فريق كبير، وهم كل تفكيرهم ان هم هيلعبوا فريق كبير واحنا فريق كبير، ان شاء الله نبقى موفقين باذن الله. كابتن حسام، اروح بقى سريعا نطمن من حضرتك، هل حضرتك طلبت اللي في تونس تتمرن على ملعب رادس تمرينتين؟ لا ان شاء الله احنا باذن الله هنتمرن على ملعب الجامعه ان شاء الله، لما نوصل بكره ان شاء الله، وتمريننا يوم الجمعه التمرين الرئيسي باذن الله على ملعب رادس ان شاء الله. كابتن حسام، مش الاستراتيجيه والامور الفنيه ما نقدرش طبعا نتكلم فيها خالص، لكن عايزين الكواليس. الكابتن حسام واللي احنا شفناه النهارده من اللعيبه، وحتى الكاميرا واحنا بنتفرج على التدريبات على شاشه الاهلي النهارده، الاصرار والعزيمه موجود. جاء في ذهني على طول يا كابتن حسام نفس الصوره اللي انا شفتها النهارده هي 2012. قادرين يا كابتن حسام، زي ما بسال كل ضيوفي للامانه، وعايز يعني برضو حضرتك معايا اقول لحضرتك، تليفونات واحنا على الهوا من النادي الاسماعيلي، من الاتحاد، من لعيبه النادي الاهلي القدامى، الكل بيقول الكابتن حسام قادر ان شاء الله بامكانياته الفنيه وبشخصيته القويه وبلعبته الرجاله اللي موجوده. اكيد طبعا يا كابتن شادي، واكيد يعني بقول طبعا يعني حاله التركيز كبيره جدا، اللعيبه ان شاء الله عندها دوافع كبيره جدا، اللعيبه فاهمه حجم المباراه اللي هي رايحه لها، حجم الفريق الكبير اللي هتلعبه فريق الترجي، وعشان كده طبعا دوافع كبيره واحنا فريق كبير، لكن في نفس الوقت برضه من بعض الاخوه برضه اللي بيتكلموا على في التحليل وبيتكلموا على الاراء، يعني ما يكتموش امور، لان في يعني البعض كان سمعت برضه حتى في قناه الاهلي في بعض الاستديوهات التحليليه الاخرى ان كان لابد فلان يلعب زي مؤمن زكريا، مؤمن زكريا كان مصاب ما نزلش التمرين اللي قبل المباراه بيومين، فمحدش بيبقى عنده معلومات، يعني حتى رضا شحاته للفريق كان لازم مؤمن زكريا يلعب، يعني كل واحد بيبقى عنده واحد. يعني في حاجات بقول ان احنا نشجع اللعيبه كلها، بلاش نتطرق الى لعيبه بالذات، لان انا عاوز اللعيبه كلها تبقى جاهزه، اللعيبه كلها يبقى عندها امل في المشاركه وما نكدبش، وفي نفس الوقت ان شاء الله احنا كجهاز فني بنشوف افضل حاجه، عارفين امكانيات لعيبتنا، عارفين الجاهزيه اللي موجوده عند اللعيبه. بقول لك في بعض الاحيان بيبقى في لعيبه لسه مصابه، بتبقى لسه راجعه قبل المباراه او حالتها البدنيه مش كويسه، ما ينفعش تبدا المباراه، ما ينفعش المباراه لازم تبقى متقسمه، في لعيبه ما تنتظر
هيبقى موجود معاك على الدكه بيبقى افضل، عشان حتى يبقى في ثقل على الدكه، في حاجات كتيره. فانا مش عاوز حته الجزم دي في بعض الاحيان، لان حته الجزم بالذات في المباريات الكبيره دي برضو لا، هناك بعض اللعيبه تتاثر يعني حتى اللعيبه ممكن تبقى عندها دوافع وعندها امل ان هي تبقى موجوده ومجهزه نفسها، اما بتسمع الكلام دوت برضو في بعض الاحيان، وبالذات لما بتكون يعني في قناه مؤثره زي قناتنا وقنوات اخرى يعني. كابتن حسام متخوف من التحكيم؟ اكيد. يعني مش متخوف، مش عايز اقول كلمه متخوف، لكن في اعتباراتي التحكيم، لان احنا شفنا في مباريات كتير طبعا التحكيم غير موفق، التحكيم الافريقي بيبقى ليه تاثير كبير جدا، وللاسف انا بقول لك يعني ان كان في سوء توفيق كبير، مش حكم مش عارف هدفه ايه، يعني انا مش عارف هدفه ايه في المباراه السابقه، واعتقد لو كنا يعني خدنا حقنا في المباراه السابقه اعتقد النتيجه كانت تبقى بشكل ثاني خالص. متفق مع حضرتك 100%. حابب يا كابتن حسام توجه اي رساله، عايز تقول اي حاجه، اتفضل يا كابتن حسام. لا انا عايز اقول بشكر جماهير النادي الاهلي، بشكر مجلس اداره النادي الاهلي على يعني تاكيده ودعمه لحضور الجماهير النهارده بناء على رغبتنا وبناء على اقتناعهم الكامل بالكلام دوت. بشكر الجماهير اللي جات النهارده، وكان برضو ان شاء الله هيبقى ليها اثر ايجابي كبير جدا، حتى ما اتكلم مع اللعيبه، حتى ما احدث اللعيبه، حتى ما اتذكر ان شاء الله كل المواقف الايجابيه اللي ممكن ان شاء الله تبقى في ذهن اللعيبه قبل المباراه مباشره. اللعيبه من دلوقتي بتفكر كل يوم، بتفكر كل ثانيه في المباراه اللي جايه ان شاء الله. فباذن الله انا بقول يعني حضور الجماهير النهارده ان شاء الله يبقى احد العوامل باذن الله، ويبقى مكافاه ليهم ان شاء الله على حضور النهارده، ان احنا نقدر نعمل حاجه بمشيئه الله. مشيئه الله. كابتن حسام ربنا يوفقك في اختيار التشكيله المناسبه، هتفق معاك، جاء الوقت اللي مش مهم مين يلعب، المهم الاهلي يكسب 100%. كلام حضرتك صح، ربنا يوفقك مره ثانيه في اختيار التشكيله المناسبه، وان شاء الله ترجعوا لنا بانتصار كالعاده في المواقف الصعبه، معدن الجهاز الفني ومعدن اللاعبين الرجال، ان شاء الله تحققوا لنا انتصار. بشكرك شكرا جزيلا المدير الفني للنادي الاهلي الكابتن حسام البدري.